تمضي الأيام والليال وإذا بالزهراء تخاطب والدها وقد لطمت عينها وكسر ضلعها وأسقط جنينها اتنادي دوب انادي والدمع يعب الخد سجا بس ما غبت يا نور عيني تحت الترايا ضرب البتول وعصرايا وهب صاير الله على أهل السقيفة سقطاها يا الباب يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ذهيل وما بقت لي أفكار يا الباب يا الباب أنشدك وين محسن وقع يا الباب يوم العصر والزهرة الزجية أويل ليوم العصر والزهرة يا الزجية.